هو ايه نظام الصيام المتقطع ده؟ نظام دايت فوائده معظم الناس بتاخده وبترشحيه ولا ايه؟ بصي هقول لك، هو مش نظام دايت، هو الصيام المتقطع زي ما احنا اتكلمنا عن ان احنا الانسان لازم هيظبط عاداته. هتظبط عاداتك انك هتلتزم بوجباتك الثلاثه والتو سناكس. الجديد دلوقتي واللي الاغلب بيتجه له هو ان احنا هناخد 3 وجبات بس، ومن هنا جت فكره الصيام، ان انت هتلتزم بال3 وجبات بتوعك. طب انت وبقيه اليوم انت هتصوم. والله الصيام دوت يعني له فوائد كتير جدا، وطبعا اول حاجه هو يعني مبدا مشروع في كل الديانات السماويه. وبعدين بيدي بقى الجسم فرصه لحاجه اسمها الديتوكس، اللي هي كل الناس بتبحث عنها دلوقتي، بتدي فرصه للكبد والجسم ان هو يتخلص من السموم والدهون الزايده في جسمك، وتدي فرصه للجهاز الهضمي ان هو يستريح، لان مش المفروض ان انا طول الوقت عمال باكل، طول الوقت عمال بلقط. فبندي فرصه للجهاز الهضمي ان هو يستريح، والدم يروح لبقيه اعضاء الجسم وبقيه الاجهزه والدماغ والقلب والعضلات وكده. وعايزه اقول ان انت مش هينفع ان انت بكره بقى يلا هصوم على طول، لا، تدريجيا هتخلي جسمك ياخدك للمراحل بتاعته تدريجيا. في ناس بتبدا من 12 ساعه نوم وصيام و12 ساعه اكل، وبعد كده نبتدي نزود ساعتين في الصيام ونقلل ساعتين في الاكل، يعني 10 ساعات اكل، 14 ساعه، طب 8 ساعات و16 ساعه، وده الاوبتيمم يعني. والله في ناس بتوصل لوجبه واحده في اليوم، 1 meal a day، ده حقيقي. وبقيه اليوم كله صيام ونوم. الصيام طبعا انت هتصوم، بتشرب المشروبات بس من غير ايه، سكر ولا لبن. عايزه اقول حاجه مهمه، ان طول ما انت صايم انسولينك قليل، وهي ده الهدف، ان انت عايز تخسر وزن. ما ينفعش تخسر وزن والانسولين عالي، تخسر وزن وانسولين قليل. طب الانسولين قليل، يبقى في المقابل الانتي انسولين هم اللي هيعلوا. يهمني بقى فيهم قوي الجروث هرمون، اللي هو هرمون النمو او اللي بنسميه اكسير الحياه، لان هو ده الهرمون اللي هيحرق لنا الدهون فعلا وهيزود الكتله العضليه بتاعتنا. وخلي بالك انت طول ما الكتله العضليه بتاعتك عاليه وكبيره، كل ما معدل حرقك بقى اكبر وخسرت وزنك اسرع. ف يعني انت بترشحي، انا عايزه اقول بس خلي بالك انت مش هتقدر، يعني هو انت مش هتعيش يعني عليه. هو انت بتصومه مثلا، بتعمل النظام دوت يومين في الاسبوع، يومين في الاسبوع، وكل واحد بقى على حسب قدراته يعني، وعلى حسب يومه وطبيعه حالته الصحيه وظروفه يعني. ده كله كلام في العموم، انا مش يعني كل واحد طبعا انا عايزه اقول لك ان انا بالمناسبه النظام ده هو اللي معدتي استريحت عليه. تمام، هو الصيام طبعا احسن حاجه، رائع طبعا.